لن أستحي من أن أوجه إليهم السؤال مباشرة. هؤلاء الذين يتبعون الجنازة، فإذا ذهبنا إلى الصلاة دخلوا إلى المقبرة لا يصلون معنا. من أنتم؟ ألستم مسلمين؟ مش أنتم مش مسلمين؟ أنتم يهود؟ أنتم أنصارى؟ أش تكون أنتم؟ بتقولوا لي إحنا مسلمين الفقير؟ ما كاينش مسلم ما كيصليش. ما عمر في التاريخ دا شي واحد سميته مسلم لا يصلي. كاين مسلم ما كيصومش، كاين. كاين مسلم ما كيحج، كاين. كاين مسلم ما يخرج الزكاة، كاين. كاين مسلم ما يقرأ القرآن، كاين. ولكن كاين مسلم ما كيصلي، ما عمرها كانت في التاريخ ولا عمرها غيتكون في التاريخ. الصلاة هي العبادة اللي ما عندش شي واحد شي عذر باش يتركها، إلا المرأة فقط كتركها في وقت الحيض والنفاس. ما المسلم يصلي جالس، يصلي ناعس، يصلي وهو كيحرك غير عينيه، يصلي بقلبه، يتوضا، ما بدش يتيمم، حتى إلا قدر الله تعالى هذا المسلم واش دارته في شي مكان ما كاين لا ماشي يتوضا ولا ماشي يتيمم، يصلي بلا وضوء بلا تيمم وما يتركش الصلاة، لأنه ما كاينش مسلم ما كيصليش. ما تقولش لي أنا مسلم وما كنصليش، ما يمكنش. ما عمرها دازت في التاريخ ولا عمرها ما يدوس. مسلم لا يصلي، كيف ذلك؟ أين هو عذرك؟ فين هو العذر؟ أنت مسلم ولا تصلي لله، أنت قاطع العلاقة اللي كتربط بينك وبين الله. كتقول لي أنت مسلم، كي غادي ندير لك أنا نتيقك؟ كي غندير أنا حتى ندرجك في وسط المسلمين؟ ما لقيتش نخرجك إياه. ولكن ما عمرها دازت في التاريخ مسلم لا يصلي. أيها الإخوة، أظنني قسوت، لكن الأمر يحتاج إلى ذلك، لأن الأمر أمر صلاة. الصلاة هذه يا عباد الله، راه النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. كي توقف قدام الله أول حاجة بتسول عليها الصلاة. الأعمال أول عمل بتسول الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل. إذا أصلحت الصلاة كاين الصلاة، عاد كيقول لهم الله تعالى شوفوا لي الصيام، شوفوا لي الزكاة، شوفوا لي الحج. ما كاين الصلاة واخا كاع يكونوا هادو، والله ما غاديش باقي يسولك عليهم. ولا حتى دوك الناس اللي كيصوموا وما كيصلوش لا صيام لهم. ولهذا سمحوا لي واخا قصحت عليكم الكلام، راه بغيت نوصل لكم هذه الرسالة، بأنه راه ما عمر في التاريخ دا شي واحد سميته مسلم لا يصلي، إلا في حالتين راه تكون فيها لكم. الحالة الأولى تكون المرة في النفاس، والحالة الثانية تكون المرة فيها الحيض. أما الرجل ما عندوش طريقة باش يترك الصلاة نهائيا. هادو جوج نقاط. النقطة الأولى راه ما بقيناش كنحرصوا على الخير، وراه ولينا كنستغنيو على الخير، وراه ولينا كنسمعوا بجنازة ماشي بس، لكن راه كاين اللي يقضي. بحال إلا أنا فلان بن فلان طلعت في اللوح المحفوظ الدولي الملائكة، وأنا نلقى بأن سميتي مكتوبة ضمن المرحومين، أنا دخلت الجنة، أنا وصلت لأعلى عليين، ما بقيش محتاج لا صلاة ولا محتاج جنازة ولا محتاج لصدقة ولا محتاج لوالو. احنا ما عارفينش اشنا هو المصير ديالنا، وما عارفينش هاد الاعمال اللي كنديروها مع ما فيها من النقص، ما عرفناش واش قبلها الله ولا ما قبلهاش، ومع ذلك كنستغناو على الحسنات، كنستغناو على الحسنات يا عباد الله. ما الذي اصابنا؟ ما الذي غير قلوبنا؟ والجنائز التي مرت كثيرة وكثيرة جدا. اسمحوا لي نزيد نقطة أخرى ونختم. اسمحوا لي نقول لكم بأن هذه الجنائز راه ما كتعطيش الثمرة والنتاج اللي كانت في الجنازة كتعطيه الصحابة والتابعين والصالحين. كانوا الصحابة إلى فتمت الميت إلى تبعوا الجنازة كيجنيو واحد الثمرة. أنا بناء على ما رأيت وما شاهدت، وأما ما يتعلق بالسرائر فأمره إلى الله،
أنا دابا كنتكلم على الظواهر، أما الباطن القلب لا يعلم ما فيه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن على الظاهر راه كنتبعوا الجنازة وما كنتعظوش إلا من رحم الله. هذاك اللي باقي كيعق والديه راه كيتبع الجنازة حتى يدفنها، ويكون من الناس اللي عزينها، ويكون من الناس اللي كيجري ويجاريو ويخدم، ولكن راه باقي مخاصم مع والديه. اللي مخاصم مع خوتو باقي مخاصم معاهم. اللي كان ما كيصليش الصلاة في المسجد مع الجماعة راه باقي على حالته، وهو شحال من ميت دفن. إذا أستفد هذا من ذاك الدفن، أستفد من هذيك الجنازة، فينا هي الثمرة ديال اتباع الجنائز يا عباد الله؟ فينا هي الثمرة؟ فينا هي النتيجة؟ من اللي أنا كنتبع الجنازة وذاك القلب باش تبعتها هو ما رجعت، ما تغير ما تبدل، وما ناوي لا تغير ولا تبدل، ولا عازم أنني نتغير ولا نتبدل، وناوي أنني نعيش كما أنا حتى نلقى الله تعالى كما أنا. فينا هي الثمرة ديال اتباع الجنائز؟ يا عباد الله، إن هذه الجنائز النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أكبر المواعظ وأنها الموعظة الكافية. كفى بالموت واعظا، يعني من لم تعظه الموت فلا واعظ له. الموت دواء القلوب، إذا كان الموت لا يداوي قلوبنا فأي دواء نستعمل بعد ذلك؟ أكبر دواء وأعظم دواء وأفضل دواء وأحسن دواء للقلوب هو الموت. من لي واحد الإنسان يجي يهز الجنازة التالي وما كيصليش، قولوا لي عاش من دواء بقي بيعالج هذا، وأفضل دواء راه تناوله. هذا الإنسان إما أن يكون قلبه ميتا، لأنه كاين الأموات اللي مدفونين تحت الأرض اللي فرقت الأرواح ديالهم الأجساد، وكاين الأموات اللي القبور ديالهم هي الأجساد ديالهم، غادي كياكل كيشرب كيلبس خدام عنده ولاد ولكنه ميت، كيتعد في عداد الموتى. علاش؟ لأنه لا يتغير ولا يتبدل، لا يتغير ولا يتبدل. ولذلك عباد الله، الموت حق علينا، ولكن ينبغي أن نجني ثمرته، ينبغي أن نستفيد منه. بارك الله فيكم، راه إلى متى السيد خصكم تحياو أنتما، ويحياو ولادو، ويحياو أحفادو، ويحياو خوتو، العائلة ديالو خصهم يحياو بالموت ديالو، هو مات هما خصهم يحياو. اللي كان بعيد من الله يخرب ليه ويقول ها هو الحبيب ديالي، الاب ديالي، الاخ ديالي، العم ديالي، الخال ديالي، ها هو مات ما سوقت ليه والو. كاين شي واحد في ولادو اللي يقد يردو؟ كاين شي واحد في ولادو اللي مستعدين يهز بلاصتو؟ ما كاينش شي واحد اللي يقد. علاش؟ انتهى الامر، خلاص صافي، هذا حق، انتقل من الدنيا الى الحياه البرزخيه. اذا هذه عبره وموعظه. هذاك الانسان اللي باقي كيتكبر، وذاك الانسان اللي باقي بيعصى، وذاك الانسان اللي باقي بيتبع نفسه، وذاك الانسان اللي كان هنا فين خصو يفكر ويقول شحال غادي نبقى حتى انا، غدا ولا بغدا يقدر يجي الاجل. اماتوا شباب، ماتوا اطفال، ماتوا صغار، ماتوا كبار، الموت لا يعرف صحيحا ولا سقيمه. الموت ما عرفش بانه هذا مريض، ولا هذا كبير في السن، ولا هذا صغير، لا. الموت بالاجال، كل واحد شحال عطاه الله تعالى في الاجل ديالو، وتا واحد فينا ما يقد ولا يستطع يعرف امتى الاجل ديالو. اذا علينا بالاستعداد، بارك الله فيكم، ان نستعد للقاء الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. وان من اعظم هذه الاعمال العقيده الصحيحه. ولذلك اقول للشباب، صححوا معتقدكم في الله تبارك وتعالى، ثم الصلاة التي هي أعظم أركان الدين. حافظوا على الصلاة. والأغنياء، الزكاة، أخرجوا زكاة أموالكم، ومتوسطو الحال أنفقوا على المحتاجين، ومن استطاع الحج فليحج، ومن استطاع أن يصوم فليصوم، ومن استطاع أن يستكثر من قراءة القرآن ومن العمل الصالح فليفعل. وصلوا أرحامكم، وبروا آباءكم، وأحسنوا أعمالكم،
فإنها والله أيام قلائل وننتقل من الدنيا إلى الحياة البرزخية. إن هؤلاء الذين ترونهم الآن نوم نائمون رقود في هذه المقبرة لا نعلم كيف هي حالتهم. قد يكون منهم الرجل الذي يأكل من ثمار الجنة وهو في قبره، وقد يكون منهم الرجل الذي يصلى بالنار عياذا بالله في قبره، قد يكون منهم الرجل الذي يبكي الآن في قبره يبكي، وقد يكون منهم الرجل الذي يضحك من أفيه في قبره. كل ذلك متعلق بالعمل، بما قدم. من قدم خيرا لقي خيرا، ومن قدم شرا لقي شرا. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المشيعون، إن من اتبع الجنازة حتى صلى عليها ودفنها الله عز وجل يثيبه بقراطين من الأجر. قيل وما القراطان؟ قال الجبلين العظيمين أو الجبلان العظيمان، جبلين عظيمين من الحسنات لمن اتبع الجنازة حتى تدفن، لمن اتبع الجنازة حتى تدفن. فأسأل الله تعالى أن يكتب لكم هذا الثواب وهذا الأجر، وأسأل الله عز وجل أن يكون موت هذا الميت حياة لنا جميعا، وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحم أن يرحمه وأن يتجاوز عنه. اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال منطقه، اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال منطقه. ووصية لأحبابه ولإخوانه ولأقربائه ولأبنائه، أكثروا من الاستغفار والدعاء له. الدعاء والاستغفار كيرفع الدرجة ديال الميت عند الله تعالى. ولاده احفاده خوته احبابه يكثروا من الدعاء والاستغفار لهذا الميت. هذا الميت ما محتاج منكم العشاء، هذا الميت ما محتاجش منكم تغضبوا عليه نهار 40 ولا نهار 3 ايام ولا ليلته ولا هاد الامور كلها من الخرافات اللي غير كتضيعوا فيها الاوقات. الميت محتاج منكم الاستغفار والدعاء. الا بغيتوا الميت طفع الدرجه ديالو عند الله، صلي، وملي تكمل الصلاه ديالك قول يا رب، وملي تكون ساجد قدام الله قول يا رب راه هذاك العبد ديالي راه ضايف عندك، يا ربي تغفر له وترحمه. غادي يرفع الله تعالى الدرجه ديالو بالاستغفار والدعاء ديالك. اكثروا له من الدعاء ومن الاستغفار، واصبروا واحتسبوا وقولوا انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، اللهم اغفر له وارحمه وثبت عند السؤال منطقه، اللهم لا تضلنا بعده، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله ولسائر المسلمين، اللهم اغفر لاموات المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لمن سبقنا بالايمان والاسلام، اللهم انا نسالك ان تثبتنا على الحق حتى نلقاك وانت راض عنا، اللهم اكتب لنا الاجر والثواب جميعا، اللهم اغفر لاموات المسلمين اجمعين، اللهم من كان منهم محسنا باحسانه، ومن كان منهم مسيئا تجاوز عن سيئاته، استسمحكم ان اطلت عليكم، جزاكم الله خيرا على صبركم وثباتكم، حفظكم الله وسددكم ورعاكم امين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا اجمعين.